شوف ارتفاع الصف 260 سنتيم، راح يروح منها 20 سنتيم للتطبيق 240. يا مجرمين، اكو صف يشيل له 40 طفل 240 ارتفاعه، ولكم خافوا الله شويه. زين فكر بالبنك، راح تنزل شويه البنك، نقول خليها من هاي اللمبه ما يخالف. آه راح يستاهلون وياه باوع. استاذ حافظ، استاذ حافظ، بس اريد هذا ابو المتابعه واجا من طلع كشف وشاف هذا الانتن، هذا 20 سنتيم يتحشى الطابوق، المفروض يتسلح. هذا هاش جديده، هذا قد شريف، قد شريف، لا هو مسوي 10 سنتيم وبدون ما يخالف، بدون بس حصوره مره خاف يطلع المسؤول ويقول بس تعال راوي شلون محشين قرد. تعال باوع الزباله واهل المنطقه موجودين وعند الشهود عيان من سووا الخط يقولوا لي هاي تفضل محشي بقرده يحشي انت 20. هذا الحائط كله يوقف على هذا 20 سنتيم المفروض يستلم. تفضل مله مله، تفضل باوع. شوف هاي قرده ارباع ونص وكسر، شوف وهاي طابوق، يعني مو طابوق هيك صخر كذا، ما هذا هيك كلاود يعني زباله. اصعد من لحاف معلومه لنا دوله. اسمع، الطابوقات المفروض كان من المطلق يسيد السياج مالي، الطابوقات ما قاهن، بس الباب في هاي المسخره. تمام هاي الصواب، تمام بوك حراميه، تمام يجزيكم الله.